واخيرا ما ينفعش تكون معايا وصاحب اعظم موقف على مر الاولمبياد وعلى مر الرياضه المصريه. ده مش موقف في حياه حضرتك بس، لا كمان ده موقف في الرياضه المصريه. الرياضه المصريه عمرها ما هتنسى الموقف العظيم ده، بالتاكيد متسجل في التاريخ. احب رساله من حضرتك توجهها لكل ابطالنا الرياضيين، تقول لهم ايه؟ اولا شيء مهم جدا، اولا يعني هو جاي متاخره جدا، اولا لازم ابارك لكل اللاعبين اللي اخذوا ميداليات في اولمبياد طبعا طوكيو، وده حافز للاولمبياد اللي جايه 24. ان شاء الله. الرياضيين كلها مش الـ الـ الدنيا مش مكسب وخساره او مكسب بس او خساره بس، لا في مكسب وخساره، لكن لما تكسب تكسب بشرف، حتى لو خسرت تخسر بشرف، مفيش داعي للعنف، مفيش داعي لحاجات ما تنفعش تكون موجوده في الرياضيين، صحيح لان احنا اتربينا زمان على رياضه اخلاق، واتمنى ان ده يبقى موجود تملي باستمرار، ان رياضه اخلاق، رياضه شيء سامي جدا، رياضه ده شيء عظيم جدا. طبعا انت اي رياضي في الدنيا ما بيلعب رياضه ويخش الفريق القومي ويمثل بلده لازم يبقى مهم جدا، بيمثل بلده صح. علم مصر ده علم شيء طبعا مهم، ان انت بتلعب تحت رايه العلم المصري ده اتمنى ان كل الرياضيين يعني إن شاء الله عندهم كل الحرص إن شاء الله. ان هم يكونوا عند حسن ظن شعب مصر بيهم ان شاء الله. تحياتي لحضرتك، وزي ما قلت لحضرتك دي من اقرب الحلقات لقلبي، عشت عمري كله الله اسمع عن موقف يخليك، حضرتك الانساني. شكرا فكره شكرا، اني قاعده معاك النهارده ده الله اكيد يخليك، حلقه ليا عمري ما هنساها في الله مسيرتي. يخليك، شكرا نورتنا شكرا، وشرفتنا الله يا كابتن، يخليك، شكرا نورتنا شكرا، وشرفتنا. الله ودي يخليك. كانت حلقتنا مع بطلنا الاولمبي الاستثنائي، اللي عرفنا ان الرياضه مش بس موهبه، الرياضه فيها حاجات كتيره جدا جدا، واهمها انك تكون انسان عندك مواقف انسانيه. حتى الميداليه الاولمبيه الناس هتنساها على مر التاريخ، لكن عمر الناس ما هتنسى فضيه 84 في لوس انجلوس لبطلنا العظيم الاستثنائي كابتن محمد رشوان، علشان بس موقفه الانساني بالتاكيد.